كانت الفكرة أنه ندير حكام شباب، كانت كنا الحكام اللي كانوا عندنا في الجزء. وأولا كنبغيو نشكروا النقابة الوطنية للصحافة، الصحافة الوطنية في الفرع تاع سوس مسا، التفاتة طيبة اللي كنبغي نشكرهم. كنبغي نشكر جميع الناس اللي حضروا، من رياضيين، من حكام، من محامون، من مسيرين، من صحافة. نتمنى أن يكون رضوان جيد، يعني كان حسن الظن تاع الجميع، ونتمنى إن شاء الله أننا نكون عند حسن الظن في ما وآتي إن شاء الله بحول الله. وأنا ديما كنقولها، اللي قلت في حق الحاج محمد جيد يكون قيل في حقه، إنه كان هو الأب والسند والداعم لرضوان جيد. من بعد الله سبحانه وتعالى الفضل الكبير عليه، هو باش نوصل لما وصلت ليه. الحمد لله، كنبغي نشكره، كنبغي كما قلت لك، ما اللي قلت هذا الكلمات ما كتبغيش تخرج، مي الحمد لله، الحمد لله اننا انه حققنا ليه، واخا غير واحد شويه من داكشي اللي كان كيطمح في رضوان جيد. ونتمنى ان شاء الله ان القادم يكون افضل كما قلت. وهو تكليف كما كنقولوا، شوف هو تشريف صحيح، ولكن تكليف بدرجه اولى، لانه خاص العمل. دابا ماشي الوقت باش تقدروا نهضروا على المنصب، اكثر ما نقدروا نقولوا اننا خاصنا نعملوا، خاصنا نشتغلوا، وان شاء الله مستقبلا ان شاء الله نديروا ندوه صحفيه باش نقدموا فيها البرنامج ديالنا والعمل ان شاء الله اللي غادي يكون.